لحظة من فضلك، كيف تحمي نفسك والآخرين من إنفلونزا الخنازير؟ استخدم منديلا ورقي عند السعال أو العطس. اطرح المنديل بعد استعماله في القمامة فورا. احذر لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين. داوم على غسل يديك بالماء والصابون. إذا ظهرت عليك أعراض الإنفلونزا، حافظ على مسافة لا تقل عن متر عند تعاملك مع الآخرين. إذا ظهرت عليك أعراض الإنفلونزا، لا تغادر المنزل إلى العمل أو المدرسة أو أي أماكن مزدحمة. إذا ظهرت عليك أعراض الإنفلونزا، سارع فوراً بمراجعة الطبيب. احذر العناق أو التقبيل أو المصافحة عند تحية الآخرين. فهل بدأت بنفسك؟